الحمرة كلها ونطلع أجمل لا تشوفها مقرب نلف هنا طيب هاي الشعر حلو على فكرة كل بصير يتفرج كل شو بتساوي نمسح في حق الجامعة نعمل مسح أثري على الجامعة أيوة. هلا إذا تهزلت شوي هناك هيك ما بأثرت أوكي هيك نعيد من أول استنى هذه رشيدة هيك قلت قليها هيك على فكرة بتأثرش لهذه هي بتبين هون ورا صح؟
والله حاسس رح اكل بهدل من كتر مش صح التصوير. مش هاي الشغلات يعني مش انه في السبتيه متوازيه لانها دغريه حتى الانتاج. طيب هيك جاب سلو هيك ايوه وامشي سلو كيف الطلاب يعني واحد هيك هواية لو هاي شغالة النافورة تنبين تحت لازم تخلي شغل. انت استاذ شفت غلط احكي لي انا ما بعرف شيء. احنا شلنا ست اليوم نروح على الساحه الحديقه سريع نمرق من الحديقه وبنلف تعال تصور تعال كيف حالك كل الصور شوفوك هسه ناشا يعني طويلة هي طويلة أنا رح أجيب الدخن اللي بحضر جد اللي رح نشوفه حدوه بالضبط بنطلع من الباب اللي هناك يعطيكم العافية هيك شهرنا حسب هو الجامعة القديمة انتم طلاب السياحة والآثار نشوفكم ان شاء الله في جولات ثانية كثير شكرا استاذ